أول إشي اللي بيأثر على المرأة الحامل فعلياً التغذية، ومين اللي ممكن يكون العامل النفسي أهم إشي برضه، وعندنا أيضاً اللي هي الدخان، التدخين بيأثر على الجنين وبأثر على سلامة المرأة. القهوة بتأثر كمان على الحمل، في اللي هو الحمل الأغراض يعني بتأثر كثير، وفي خاصة كمان الأشعة اللي بنشتغل فيها إحنا، الأشعة مضرة يعني. عدم التزام تعليمات الطبيب المسؤول عن المريضة عن الحامل وعن والأدوية، أخذ أدوية بدون استشارة الطبيب المسؤول. والله بالنسبة لي أنا متزوج يعني، والحمد لله ما في إشي يعني عندي عند عيلتي يعني بالنسبة للحمل. والله أنا بالنسبة لي ما بعرفش أي إشي، بس كوني إني بشتغل بمجال الأشعة بعرف إنه الأشعة بتضر. طبعا بتصيب المرأة في الأشهر الأولى مشاكل كثير الحمل، أهمها كانت اللي هي التغيرات الهرمونية اللي بتصيب المرأة في هاي المرحلة، ممكن إنه تسوينا تغيرات في مستوى السكر في الدم، ألام في العضلات، ومشاكل برضو في الجهاز البولي. بالنسبة لمشاكل الحمل، الحمل أعراض كثيرة، منها الحالة النفسية، الأعراض النفسية تأثر على الجنين، والجهاد الزائد، حمل إشي زائد فوق الطاقة يؤثر على الجنين.